بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يوم عرفة هو من أعظم أيام الله عز وجل على الإطلاق، فما من يوم يعتق الله عز وجل فيه من الرقاب من النار كما يعتق في يوم عرفات. هذا اليوم العظيم الذي يباهي الله عز وجل فيه ملائكته بعباده الذين أتوه من كل فج عميق، يلبون ويذكرون ويكبرون ويهللون، يسألون الله عز وجل رحمته وعفوه ومغفرته. فهو يوم عظيم مبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا فيه بمغفرته وبرحمته وبعفوه وعافيته وبقضاء الحوائج التي تسأل في ذلك اليوم المبارك. هذا اليوم الذي هو أيضا يوم عيد، وهذا اليوم الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم في الآيات التي تتحدث عن الشعائر المباركة وعن هذه المناسك التي يعني يسعد القلب بأدائها ويحن إليها القلب شوقا ويحن إلى تلك البقاع المباركة. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم عن مناسك الحج وعن يوم عرفات في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. فالكل يطمع أن يكون حاجا ملبيا واقفا على صعيد عرفات في هذا اليوم المبارك، ولكن إن كنا لا نستطيع أن نؤدي الحج فما الذي علينا أن نفعله ونحن في بيوتنا وبين أهلنا؟ الذي نقوم به نحن أننا نصوم هذا اليوم المبارك، لأن صيامه كما يقول عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله عز وجل أن يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة قابلة. فصيام يوم عرفة لغير الحاج تكفير لذنبه، ومن أعمال يوم عرفة لغير الحاج أنه يحاول فيه تأدية شيء من الصدقة في سبيل الله، وأنه ينشغل في هذا اليوم بالذكر والتكبير والتهليل وتعظيم الله عز وجل. أفضل ما تقدمه في هذه الأيام، ما من أيام العمل فيها أفضل من هذه الأيام العشر كما يقول عليه الصلاة والسلام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد بشيء. فما هو الذي تقدمه في هذه الأيام؟ أنك تكبر الله وتعظم الله عز وجل وتمجد الله وتثني عليه بما هو أهله. كيف نكبر الله؟ هي تكبيرات العيد، هذه التي نحن نرددها صباح يعني عيد الفطر وصباح عيد الأضحى، هي نفسها تتردد على لسانك في كل أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وتكثر منها في يوم عرفة. وهذه التكبيرات كلكم يحفظونها: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأيضا
من خير ما يقوله العبد في يوم عرفة في ساعة الإجابة التي تكون من أذان العصر إلى أذان المغرب، هذه الساعة ساعة عظيمة، وبالذات في هذا العام، لأنه يأتي يوم عرفة في يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة ساعة لا يرد فيها الدعاء. فسبحان الله، هذه الساعة مع هي يعني تتواكب وتتلاقى مع يوم عرفات، فالدعاء فيها مستجاب. ويقول عليه الصلاة والسلام: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذا لمن لم يحج فعليه أن يصوم إن استطاع الصيام، يتصدق، يقوم بالأعمال الصالحات، ويكثر من الدعاء كما يكثر الحجيج من الدعاء على صعيد عرفات. وهنا أشير إلى الخير العميم العظيم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية بجهود مباركة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ومن ولي عهده حفظه الله، وكل القائمين على أعمال الحج جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لما يقدمونه ولما يؤمنونه ولما أوصلوا إليه أداء هذه الشعيرة المباركة من تقديمات وخدمات أمنية وصحية، وأيضا حتى يعني يسروا الحج على العباد بشكل لم يكن يعني يتخيل، مش مسبوق، لم يتخيل هذا الأمر، بفضل الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه عز وجل. فلذلك هذا خير عظيم، ونحن دائما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان على المملكة العربية السعودية وعلى شعبها وأهلها، وأن يحفظهم ويرعاهم، وأن يديم عليهم الخير إلى قيام الساعة بما يقدمونه لخدمة الإسلام والمسلمين، وخدمة بيت الله الحرام، وخدمة مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن الحجيج حجهم، وأن يبلغنا وأن يبلغ كل مشتاق حج بيته الحرام. حقيقة الشوق في قلوبنا لا يمكن أن يوصف لتلك البقاع الطاهرة، لتلك الأرض المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرفنا وأن يكرمنا بحج وعمرة، وأن يكرم ويشرف كل مشتاق بحج وعمرة، إنه سميع مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.